المهم الذي تعطي الدولة والقوات الأمنية في محافظة ذي قار وهو سجن الحوت، ورود معلومات كبيرة جدا ترد إلينا من المراجع ومن الأجهزة الاستخبارية في هذه المحافظة بهنالك تهديد إلى سجن الحوت، وتم تكثيف قطعات في هذا السجن وإعداد خطط لمراجعة خططنا السابقة لحماية سجن الحوت. تم تعزيز سجن الحوت في سرية مدرعة لحماية هذا السجن، وقيام بعمليات استباقية في المناطق المحيطة في هذه المنطقة. وباستمرار التظاهرات الشعبية